سالي خير، عاملين ايه في الامتحانات؟ مين فيكم مضغوط؟ كلنا. طب مين مش مضغوط؟ من حوالي كام سنة، 3 سنين تقريبا، وبعد ما اتخرجت بكام شهر قررت ان انا اوقف شغل واقدم على ماستر. وده واحد من ضمن القرارات اللي البني ادم بياخدها وبيتاكد بيها ان هو بيعشق المعاناه. قدمت في كذا مكان واترفضت لحد ما اتقبلت في ايطاليا. نابولي، ميلانو، روما. بقيت اتخيل نفسي مونيكا بيلوتشي كده وانا قاعده باكل في مكان فخم جدا ومتجوزه واحد ايطالي ومعايا بقى الباسبور الايطالي وخلاص، بقى هي دي السفريه اللي هتغير حياتي للابد. وعليت بسقف طموحاتي قوي الحقيقه، والحقيقه ان السقف ده وقع فوق دماغي اول ما وصلت هناك. وده لان حصلت مشكله فاضطريت ان انا اوصل متاخر، وكانت السنه الدراسيه بدات فقالوا لي يلا حط شنطتك وعندنا محاضره. طب يا جماعه اخد شوت اسبريسو، طيب طبق باستا على السريع، مفيش. قلت مش مشكله، مفيش اي حاجه هتاثر على سلامي النفسي، وهضطر ان انا احضر المحاضرات وبعدها اخرج بقى اتفسح براحتي بعد ما اخلص المحاضرات. عملت كده اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، جالنا ايميل بالليل عندكم فاينل اخر الاسبوع. جمله زي دي انا لما شفتها افتكرت احساسي بالظبط وانا طفله لما كان مثلا قاعده بتغدى ولا حاجه وتلاقي حد يروح ضربك بالقلم، ما تبقاش عارف انت تبلع اللقمه ولا تعيط. الحقيقه لما وقفت في زوري وبقيت اعيط، انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. قلت طب خلاص، يعني انا هذاكر اللي فاتني ولا هذاكر اللي جاي ولا انا هتصرف ازاي؟ طب فاينل ازاي يا جماعه؟ النظام عندهم ان انت بتاخد موديول معين لمده اسبوع وتمتحن الفاينل بتاعه وخلاص ما بترجعلوش تاني. فكون انك تمشي بنظام زي ده، انا عقلي مش متعود، انا مصريه، انا عوض في الفاينل هناخد الجزء بتاع الميد ترم ده وبعد كده هنعوض في الفاينل. لكن اللي حصل ان مفيش بقى هنا فاينل، خلاص هو ده الفاينل. طب انا هعمل ايه؟ خلاص احنا ياسمين لازم نتفق اليومين الجايين دول انت مش هتنامي فيهم خالص، وهتضطري ان انت تذاكري اللي فاتك واللي جاي. هنحاول نمشي الدنيا مع بعضها. بقيت اخبط يمين وشمال ودخلت الامتحان جبت 53%. قلت مش مشكله، نشوف الماده اللي بعدها، هنضغط على نفسنا اكتر ونذاكر، مش هنام خالص. بقيت احضر محاضرات من 9 ل 5 وبعد كده من الساعة 6 مثلا لغاية الساعة 2 بالليل بذاكر، وبنام 3 4 ساعات مثلا. دخلت الامتحان الأسبوع اللي بعده مش فاكرة ولا كلمة، جبت 60%. بقى عندي ستريس إن أنا مش بفتكر الحاجة في الامتحان، بدخل بلاقي نفسي مش عارفة أحل حاجة، وإن أنا المفروض أجيب سكور عالي لأن النظام عندهم علشان آخد السنة الثانية أساسا لازم اجيب افريج معين، لو قلت عنه هترجع بلدك مع السلامه. فبقى عندي كده طبقات من الاستريس فوق بعضها، ربنا يزيد ويبارك، انا مش عارفه اعمل ايه. بقيت اضغط نفسي اكتر، بقيت اذاكر اكتر، خلاص لا انا محتاجه، يبقى انا ما نمتش مثلا ساعتين ثلاثه، لا خلاص انا هخليهم ساعه واحده بس، وبقيت الساعه دي هرجع اللي انا ذاكرته، هذاكر مره واثنين وثلاثه نفس الماده عشان افتكر اللي انا ذاكرته. وما كانش بيحصل ده. فكان اول سؤال لازم اساله لنفسي، المشكله فين؟ ليه انا الوحيده اللي كده؟ ابتدى طبعا شعري يقع، يطلع لي حبوب، ابتديت اتعب جسديا، ابتديت اصدع طول الوقت، ابتديت مش عارفه اتصرف ازاي، يعني انا لا عارفه انام ولا عارفه اركز. طبعا بيجي الويك اند نقعد نخرج ونتفسح، طول الوقت نايمه لان انا ما بنامش كل اسبوع. ازاي بقى اذاكر بطريقه فعاله تخليني افتكر اللي انا بذاكره اصلا؟ هو ده السؤال اللي انا قعدت اساله لنفسي، ليه انا الوحيده اللي كده؟ وازاي اذاكر بطريقه فعاله تخليني افتكر المعلومات اللي انا على الاقل بذاكرها؟ ففي طريقه كده اخترعها عالم اسمه فرانسيس روبنسون. الطريقه دي بكل بساطه عباره عن اس كيو 3 ار. اول غلطه انا كنت بعملها هي اني بذاكر مده متواصله، ساعتين ثلاثه اربعه ورا بعض. المفروض ان انت لما تيجي تذاكر علشان تخلي عقلك نشيط طول الوقت 30 دقيقة 10 دقايق، 30 دقيقة 10 دقايق وهكذا. طب انا هذاكر ازاي؟ اول حاجة المفروض ان انا بعمل سيرفي للمادة، يعني انا بفتح المادة نفسها وبعد كده ابص اشوف
ايه الاشكال اللي موجوده، ايه الصور اللي موجوده، ايه الاسئله، ايه المعلومات، ابص بس وعقلي تلقائي هيبتدي يكون اسئله question. فالاسئله دي انا هبقى عايزه لها اجابه، فلما اقرا بقى الماده من اول وجديد هتبتدي تجاوب على الاسئله اللي انت اصلا ابتديت تسالها لنفسك وانت بتشوف المعلومه، فتروح عامل ريسايت يعني تعيد تاني الاسئله واللي انت قريته وتيجي في الاخر تعمل ريفيو. طيب هل الموضوع ده فعال؟ فعال بس ليه شروط مش لوحده. اول حاجه انا كنت بعمل غلطه كبيره جدا وهي كنت بذاكر على السرير. انت بتذاكر على السرير ده مع ان انت طول الوقت عمال تنزل تزحلق، عايزه انام، لا مش هنام دلوقتي، لا لا فوقي فوقي، او بتذاكر على ترابيزه السفره مثلا تلاقي نفسك طول الوقت ما اقوم اعمل لي ساندوتش كده وبعدين ارجع اكمل الجزء ده، طب كوبايه الشاي وعلى طول هبص على الجزء ده بس اشرب شاي او قهوه، او تبقى قاعد في الليفنج روم مثلا هو الفيلم ده بيقول ايه؟ ما انا عايزه اشوف كده الله فيلم جه من 60 سنه، ده انا نقطه ضعفي الافلام القديمه، وتلاقي الحاجات عماله تحلى في عينك قوي وانت قاعد عمال تقاوم الشعور ان انت تعمل حاجه ملهاش اي لازمه في وقت المذاكره. طب الجزء الثاني الشرط الاساسي هو ان انا ما ابقاش مضغوط ضغط سلبي. هو في ضغط سلبي وضغط ايجابي؟ الصوره دي مثلا بتوضح البرفورمانس بتاع البني ادم عباره عن ايه؟ الضغط السلبي اسمه ديستريس. احنا الضغط عندنا نوعين، اول نوع هو الايو ستريس وده الضغط النفسي الايجابي اللي بيحفز النيورو ترانسميترز عندك او المواقل العصبيه فيخليك اكتف ونشيط وعايز تشتغل وعايز تنتج وعايز تعمل اتشيفمنتس، بس على المدى البعيد هيتحول لديستريس. طب انا اعمل ايه؟ انا دوري ايه هنا؟ دورك ان انت ازاي تحافظ على البالانس ده فتفضل طول الوقت محطوط في الايو ستريس الضغط النفسي الايجابي اللي يخليك تنتج وتعمل مجهودات واتشيفمنتس من غير ما تتعب، علشان ما توصلش للمرحله اللي بعدها وتلاقي نفسك تعبان، انا البرفورمانس عندي عمال يقل وابتديت احس بوجع في كتفي، ابتديت احس بوجع في ظهري، ابتديت اصدع، وابتديت وانت بتحس بوجع حقيقي لان المواقل العصبيه عندك تعبت فابتدت تدي لك احساس دايما ان انت متاثر او تعبان او جسمك وجعك. طب انا اعمل ايه؟ يعني انا اعمل ايه عشان اوصل لده؟ الديستريس عباره عن طاقه سلبيه متراكمه جوه الانسان. فانا طول ما عماله اقول لنفسي انا مضغوطه، انا مش عارفه احل، انا خايفه من اللي هيحصل لي، ده عمال يضغط عليا اكتر في ان انا ما طلعش حاجه، انا مش هنتج. طب اول جزء علشان ما توصلش للمرحله دي اصلا بتاعه الديستريس هي تنظيم المهام. تنظيم المهام ليه؟ علشان مخ الانسان رتيب شويه، فلو انت بتبتدي تديله اي حاجه مختلفه عن اللي كان متعود عليها هيبتدي طول الوقت يقاومك، لا لا انا مش عايز ده، لا انا خايف، لا انا قلقان، لا انا مش هعمل اللي انت بتعمله ده، فهو عمال يحارب فيك. طب انا ازاي انظم مهامي؟ الموضوع كليشيه جدا بس مش هتلاقي واحد في الدنيا نجح او عمل اي حاجه من غير ما كان بيكتب الكلام على اي حاجه بيعملها على ورقه او عامل ويكلي كالندر مثلا، مستحيل. طيب لازم اعيش حياتي عادي، ما هو انا ما ينفعش ان انا ابقى مثلا اللي انا كنت بعمله مثلا ان انا بذاكر ساعات متواصله وما كنتش بخرج وما كنتش بعمل اي حاجه، فحياتي كانت واقفه على المذاكره بس، فطول الوقت انا مضغوطه. طب انا لازم اعيش حياتي عادي ازاي؟ انا نظمت مهامي، انا هذاكر ساعتين في اليوم، ثلاث ساعات في اليوم بالطريقه اللي انا قلت عليها. عندي مثلا مسلسل عايز اتفرج عليه، عايز اخرج، هخرج اتمشى مع نفسي واقضي وقت مع نفسي، لان ده حاجة أساسية لازم تعملها مع نفسك علشان تطلع الطاقة السلبية اللي جواك. مش طول الوقت أبقى رابط نفسي باللي حواليا. جزء تاني من مهم المفروض إن أنت تعمله هي إنك تدي لنفسك كلام إيجابي، أنا هعرف أعمل ده، أنا هقدر، واحدة واحدة. تبقى طول الوقت عمال تتعامل مع نفسك بهداوة. لما بتنفعل وتلاقي نفسك خايف بتجيب نتائج عكسيه زياده اكتر من اللي انت متوقعها كمان. انا طول الوقت كنت عماله اجيب 60% لاني خايفه،
65 63 وهكذا. دي حاجات مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض نعملها. تنام كويس، تاكل كويس، تهتم بصحتك. لو انتوا بنات قومي حطي ميك اب مثلا، قومي جربي طقم جديد. الحاجات دي كلها عماله بتريليز في طاقه سلبيه جواكي، فما تترفيش. تلاقي نفسك لما دخلتي على المرحله الثانيه اللي هي الدستريس انت على طول عماله بترجعي تلقائي، انت مش بتوصلي لها اصلا. وكذلك الاولاد او الشباب، اخرج العب رياضه انت بتحبها وهكذا. طيب الكلام ده جاب معايا نتيجه ولا لا؟ جاب معايا نتيجه. لما ابتديت اطبقه واحده واحده اللي حصل لي ان انا طلعت الاولى على القسم بتاعي هناك في ايطاليا. يعني انا طلعت الاولى وخدت جائزه احسن رساله بحثيه لعام 2021، وفي الاول انا كنت بجيب 60%. فلو انا كنت فضلت في المرحله دي واقفه هناك وخايفه وما جربتش ان انا احاول انظم وقتي على الاقل، كان زماني لسه هناك ولسه ما كملتش ورجعت بالدبلومه، اذا كنت كملت اصلا الدبلومه. وبس، شكرا.